سامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. صباح الخير سيد رامي، بداية إلى أين وصلت الحافلات حتى الساعة؟ نعم طبعا من المنتظر أن تصل هذه الحافلات إلى وجهتها في قلعة المضيق اليوم، ولكن على ما يبدو أنها تحركت فعلا أو قسم منها تحرك من الفليطة باتجاه الشمال السوري. إلى الآن لم تحرك جميعها، ولكن بشكل مؤكد قسم من هذه الحافلات انطلق فعلا باتجاه الشمال السوري، ويقال بأنه وصل إلى ريف حمص غير بعيد عن منطقة القلمون، لكن في النهاية بعد انتهاء هذه عملية الإجلاء هذه للاجئين من لبنان باتجاه الأراضي السورية تكون هذه العملية بالنسبة لإخلاء اللاجئين هي عملية كبيرة جدا، عندما يخلى نحو 8000 شخص بهذه بالتنقل ويفضلون النزوح إلى أو العودة إلى الأراضي السورية والتوجه إلى أدلب على البقاء على لبنان. هذا يعني بأنهم كانوا في وضع إنساني سيء للغاية، كان من المفترض أن يخرج عشرات العناصر وليس آلاف المدنيين الذين لا علاقة لهم أيضا في جبهة النصرة كي لا يقول البعض. رامي، هل لديكم أي معلومات في المرصد عن عدد الجرحى من مقاتلي حركة فتح الشام الموجودين على متن الحافلات؟ لا، يقال نحو 20 جريح من حركة فتح الشام أو جبهة النصرة، ولكن دعينا نتحدث عن هذه الحيثية، ليس كل الجميع الذين خرجوا هم المؤيدي حركة فتح الشام أو هيئة تحرير الشام، هناك مدنيين آثروا الوصول إلى إدلب على البقاء في الوضع الإنساني السيء في لبنان، لذلك يعني التنويه ضروري. البعض يعتبر أن كل من خرج هم من ذوي عناصر هيئة تحرير الشام، هذا الكلام غير دقيق. نعم. هناك الكثير من المدنيين السوريين اللاجئين في لبنان فضلوا الذهاب إلى أدلب. شكرا لك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك.